أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة. جاء ذلك خلال الكلمة الافتراضية التي ألقاها رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة في المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة الذي أصبح أمرًا أساسيًا لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئي. وموضحا أن مصر أطلقت خلال مؤتمر كوب 27 مبادرتين مهمتين لحج التمويلات لمشروعات التخفيف والتكيف في ظل تراجع الإمكانات التمويلية على نطاق عالمي